فتظل وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات إعادة محاكمته ماثلة أمام أعين المصريين، فهو لفظ أنفاسه تحت قبة المحكمة المصرية التي في الأساس يجب أن تحكم بالعدل وأن تصون الديمقراطية في مصر. لكن تبقى الأنظار مشدودة اليوم لنعرف ما ستكون تداعيات الواقعة على المشهد في مصر، وهل ستكون جرس تحذير للغرب تجاه ملف حقوق الإنسان. هذا ما نبحثه مع ضيفنا الكاتب والباحث السياسي دكتور بدر شافعي، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. دكتور بدر صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربية. صباح الخير، أهلا بك ومشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا دكتور بدر، ننطلق إذن من مقال حسام كنفاني في موقع العربي الجديد الذي توقع أن تكون وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ستؤدي إلى تأجيج ثورة جديدة في مصر، هل تتوافقون معه الرأي بما كتبه صباح هذا اليوم؟ يعني هو في البداية دعيني يعني أعزي أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي والشعب المصري الذي جعله أول رئيس منتخب ديمقراطي مدني ديمقراطي في مصر، سواء اتفقنا مع أدائه السياسي أو اختلفنا، ولكن هذه حقيقة ولن تزور مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة أو يعني اعتبار وفاة هذا الرئيس حدث عابر. يعني عندما نشاهد الإعلام المصري بالأمس، إما كان مشغولا بكأس الأمم الأفريقية أو تجاهل الموضوع أو تحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية وكأنه يريد حتى أن يذكر الناس بأن هذا الرجل إرهابي، وهذا لم يحدث. يعني لأنه في المقابل أن في عهد هذا الرجل يعني لم يعني يكن هناك سجينا سياسيا. الآن في مصر حوالي 100,000 سجين سياسي، ليس حتى من الإخوان أو من الإسلاميين وإن كان هذا هو الجانب الأكبر، ولكن من خصوم النظام سواء ليبراليين أو يساريين أو غير ذلك. نعود إلى السؤال الذي طرحه الأستاذ حسام كنفاني، وربما هذا المهم في الدلالات السياسية والمآلات المستقبلية. لكي تقوم ثورة هناك أدوات لهذه الثورة وهناك محددات لهذه الثورة، بعضها داخلي وبعضها خارجي. يعني أهم من ضمن أهم أن يكون هناك كيان يتحرك أو يقود هذه الثورة، وأن يكون هناك إطار فكري لهذه الثورة، وأن يكون هناك رؤية لهذه الثورة، وأن يكون هناك دعم لهذه الثورة، سواء كان يعني طبعا بالأساس دعم داخلي سواء عبر الفيسبوك أو عبر حملات تمويلية أو ما سوى ذلك. ثم قبل هذا وذاك أن تكون هناك إرادة سياسية على الرغبة في التغيير. دي هذه إشكالية أساسية، أن يكون هؤلاء من يشكلون المعارضة معارضة هذا النظام أن يكونوا فعلا متفقين على هدف الإطاحة بهذا النظام. ثم الأمر الثاني أن يكون هناك وعي بفكرة ضرورة التغيير. ثم الأمر الثالث هو الاستعداد للتضحية من أجل هذا الهدف الذي يستغرق وقتا طويلا ويستغرق تضحيات كبيرة من أجل إزاحة النظم التي هي تستبد بالشعوب وتطيح بها. فهذه هي مقومات أساسية. ما سوى ذلك ربما سيكون حدثا عابرا، حدثا نتحدث به في المحادثات الثنائية أو المغلقة، وتبقى الأمور كما هي وينشغل الناس يعني ربما بعد 3 أيام بكأس الأمم الأفريقية وينسوا يعني وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي وأنه ربما كان يمثل الشعب المصري في مرحلة من المراحل. دكتور بدر، بالنسبة للمقومات التي ذكرتموها للتو، هل هي مثل اليوم بالنسبة للشعب المصري؟ هل هي متواجدة بمصر؟ يعني بالنسبة للشعب المصري كما نعلم أن الثورات يعني الشعوب هي
وقودها، لكن هناك قوة محركة لها. يعني في كل الثورات لابد أن تكون قوة محركة لها. الثورة الهندية كان هناك غاندي، الثورة الإيرانية كان هناك الخميني وغيرها الكثير، وطبعا هو شخص فقط ولكن معه مجموعة تعاونه. فلابد حتى تتحرك الشعوب، الشعوب لا تتحرك من تلقاء نفسها، أو ربما تتحرك في حركات يعني عفوية احتجاجية. يعني كما نعلم الاحتجاج هو أن تعبر عن وجهة نظرك حتى إن لم تتحقق، ربما يخرجوا في انتفاضات مثلا من أجل هدف اقتصادي معين، منع زيادة الخبز، منع زيادة الوقود، ثم يعودون إلى بيوتهم. لكن أنت تتحدثي عن ثورة معناها تغيير، صحيح وهذا التغيير فجائي، المقصود به اللحظة الأخيرة هي الفجائية، لا يعرف الإنسان متى سيسقط هذا النظام الذي يخرج الشعب عليه، لكن تحتاج إلى مدة طويلة. الثورات السلمية تحديدا تأخذ فترات طويلة حتى الإطاحة بهذا الأمر. غاندي بدأ يعني مسيرة الملح من سنة 30، ثم تحقق هدفه استقلال الهند بعدها بحوالي 18 أو 17 سنة. نفس الأمر بالنسبة للخميني وغيره في الثورة الإيرانية. وبالتالي الأمر محتاج نفس طويل، محتاج مرحلة معي، ومحتاج كل هذه المقومات. دكتور بدر، وإعلان السلطات المصرية عن نشر تعزيزات أمنية بالقاهرة وباقي المحافظات المصرية، هل هو حذر؟ يعني الإعلان بحد ذاتها اليوم يؤدي أو يرسم الواقعة الكبيرة التي حدثت بمصر، الإعلان عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمام في قاعة المحكمة في إعادة محاكمته بإحدى القضايا المتهم بها من قبل المحكمة المصرية. ولكن كيف تنظرون إلى هذا الإعلان، نشر تعزيزات أمنية، وصباح اليوم فجر هذا اليوم تم دفن الرئيس المصري السابق بمكان لم يوصي به، ليس بمدافن العائلة بقرية العدوى بالشرقية، كيف تقرأ كل هذه التطورات وعن ماذا تنوم؟ نعم طبعا، نعم هي طبعا يعني الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية، لأن يعني أنا أتفهم كل هذه الحشود لو كان هناك جنازة عامة أو حتى جنازة شعبية طبعا كان سيخرج الكثير، لا سيما من أنصار الإخوان المسلمين، وربما نشاهد عشرات أو مئات الآلاف، فكان هذا هو الخشية. لكن يعني مع هذه الإجراءات الأمنية الشديدة لم يسمحوا بذلك، بل يعني سمحوا أن يكون الدفن فجرا يعني ووقت الناس نيام. كما قلنا كان هناك تعتيما شديدا، كان هناك يعني شبه تعمد لعزل لقب الرئيس السابق أو حتى الرئيس المعزول من كل وسائل الإعلام، عدم التغطية أو كما قلنا التذكير بأن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية. كل هذه كان هناك خشية لو ترك الأمر للشعب، لكن أن يتم الأمور بهذه الطريقة فمعنى ذلك أن النظام ربما يعني أنا لا أدري السبب، يعني حتى فكرة ما يتردد عن ملابسات الوفاة، وهل هي فعلا وفاة أم كان هناك إهمال طبي بسبب سوء الرعاية، أمور كثيرة وألغاز كثيرة. فربما أرادوا أن يعني ربما أنا أقول ربما أرادوا أن يدفن سره معه، يعني يدفن سره معه ويدفن ليلا ولا يراه أحد ولا كذا وكذا، أو ربما حتى لا يكون وقودا كما كنت تقولين للشعب المصري أو للفئة التي تؤيد مرسي، سواء يعني فئة قليلة أو كثيرة. فربما لا يريد أن يعني أن يثير هذه المشاعر بداخلهم. وكما قلت يعني توقيت الوفاة قبل 3 أيام من كأس الأمم، والشعب المصري يعني سينشغل بالكرة وينشغل بمحمد صلاح وغيره، فربما يكون حدث يعني عابر، وربما هذا هو ما يفيد النظام أو يعني أي نظام يفيد أن خصمه مات أو الذي كان هو الأساس. يعني دائما كانت يعني عقدة النظام أو من وجهة نظر المعارضة أن هناك رئيسا منتخبا قبله أطيح به، الآن عندما يتحدث الناس أين هو الرئيس؟ لقد مات. فهذه ربما تشكل يعني أريحية للنظام، وفي نفس الوقت أيضا لقوى المعارضة التي كان بعضها يتحجج بفكرة الشرعية وعودة الدكتور محمد مرسي. مرسي قد مات الآن، لكن شرعية الثورة لو كان هذا هو المنطلق، ثورة يناير أقصد، ما زالت موجودة، فلابد أن يحدث اصطفاف إن كانوا راغبين وتتوفر إليهم الإرادة السياسية. لابد أن يتوحدوا أولا سياسيا، أن يحلوا خلافاتهم بينهم، ثم يبدأوا معركة الوعي ومعركة
تحريك الشعب لهذا الهدف، اللي هو الهدف عودة نظام مدني أيا ما يكن من هو النظام المدني، ولكن نظام الشعب هو الذي جاء به. احترام العملية الديمقراطية. دكتور بدر شافعي، ذكرتم للتو يمكن أن تكون حادثة عابرة، لكن أيضا يمكن أن تكون جرس إنذار للدول الغربية حول ملف حقوق الإنسان، خاصة بعد بيان منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت إن وفاة الرئيس المصري السابق كانت متوقعة بسبب الإهمال الطبي، عدم تزويده بالأدوية المطلوبة، وهو ما حذرت مرارا أسرة الرئيس المصري السابق وحتى المحامون محامو الرئيس السابق محمد مرسي. يعني فكرة جرس إنذار والمجتمع الغربي، دعيني أقول لك بصراحة، ليس في مصر فقط، يعني ربما الموقف المصري أو تردي أوضحه الإنسان في مصر أقل سوءا من مثلا مما يحدث في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها على مسمع ومرأة من الجميع. يعني فورقة حقوق الإنسان تهتم بها المنظمات الدولية زي هيومن رايتس ووتش والأمنيستي أو غيرها، أما هذه المجتمعات، يعني أذكرك يعني على سبيل المثال بالموقف الأمريكي من النظام المصري ورفض ميركل في البداية، وعندما حصل تعاقب بين النظام المصري وشركة سيمنز ضغطت على ميركل لكي تقابل السيسي في ألمانيا. فيعني هذه الأنظمة أو هذه الدول الغربية لا تسعى إلى مصالحها، بل ربما تكون هذه الدول هي اللي أتت بهذه الأنظمة أو دعمت هذه الأنظمة. وانظري إلى الحالة الأخيرة مثلا على سبيل المثال أيضا السودان، يعني موضوع فض الاعتصام وغيره، ما الذي فعلته أمريكا وما الذي فعله المبعوث الأمريكي أو حتى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية؟ هم يريدون نظم تابعة لهم، بل بالعكس عندما يكون النظام فاقد للشرعية أو تتآكل شرعيته معنى ذلك أنه لن يحتمي بشعبه، بل يحتمي بالآخر أو يحتمي بالخارج من أجل أن يكون ظهيرا له على شعبه. هذه هي القصة. أذكر يعني المشاهدين بأن أحد المراكز الأمريكية للتدريب العسكري، هذا المركز كان يدرب العسكر من كل دول العالم، ففي إحدى الدراسات وجدوا أن حوالي ثلثي الانقلابات الناجحة في مستوى العالم قام بها عسكر تدربوا في هذا المركز الأمريكي. فهذه ربما يعطيك مؤشر أن ما يعني ترامب وما يعني الدول الغربية ليست حقوق الإنسان، هي طبعا مضطرة أن تتحدث هذه اللغة وننعي ونشير إلى ناقوس الخطر في حقوق الإنسان، لكن لا نرى أمورا واقعية تتخذها هذه الدول لمعاقبة من يخرق حقوق الإنسان. علما وأنا أذكر هنا أنها إذا كانت راغبة معها مع حق التدخل، ومبدأ كوفي عنان الذي وضعه بأن أي مواطن في أي دولة هو مواطن دولي قبل أن يكون مواطن لهذه الدولة، وبالتالي ظهرت فكرة التدخل الدولي الإنساني في الأزمات الداخلية من أجل حماية الشعوب من هذه النظم، ولكن هذه الأمور يعني تستخدم بصورة انتقائية. نعم دكتور بدر الشافعي، الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على موت الرئيس المصري السابق محمد مرسي، هل هو للظرف المحرج اليوم الذي تعانيه الإدارة الأمريكية تدعم رئيس انقلب على أول رئيس مدني منتخب لمصر وهو يقتل تحت قبة محكمة كان يجب أن تحكم بالعدل، أن تصون الديمقراطية التي أوصلت قبل 6 سنوات محمد مرسي إلى سدة الرئاسة في جمهورية مصر العربية؟ طبعا الموقف الامريكي هو فيه حرج، لان يعني قبل هذا الموقف الاخير الذي تحدثين عنه، تعالي نرجع الى موقف اداره اوباما وهي اداره لم يعني ديمقراطيه من ثوره يناير ومحاوله الابقاء على مبارك حتى اخر لحظه، ثم الموقف من وصول محمد مرسي الى الحكم والحديث عن على بد ان يحترم الديمقراطيه، ثم عندما اطيح بمرسي كان وزير الخارجيه في وقتها جون كيري، عندما يعني حدث الانقلاب على مرسي ماذا قال؟ قال لقد استعاد الجيش الديمقراطية في مصر. إذن هو يرى أن التدخل العسكري في مصر هو استعادة للديمقراطية، فكيف أن هو يلوم المؤسسة العسكرية على ما يعني على يعني انتهاكها أو هذا النظام الذي له خلفية عسكرية على انتهاك حقوق الإنسان بحق هذا الرئيس المنتخب؟ وكما نعلم أيضا أن هذه الإدارة لا تريد أن تغضب إسرائيل، لأن ربما يفهم
من عزائها لمرسي أو حتى للشعب المصري أنها تدعم حكم الإخوان المسلمين، وكما نعلم أن هذه هي الإشكالية الكبرى لإسرائيل ولليمينين في الولايات المتحدة وللحزب الجمهوري وغيره. نعم دكتور بدر الشافعي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا دكتور بدر. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، اللقاء يتجدد يوم